السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. قبل اي كلام وحشتني من اخر مره كنا بحرككم، النهارده السبت على الهواء مباشره حلقه سمك. ايه بقى؟ والله عايز امشيها خفيف خفيف، الجو بدا يحرر خلاص فالامور مش مستحمله يعني نزود في الامور. ايه الموضوع؟ إيه الحكايه؟ جايب عندي نص سمك مكرونه تحمر كريسبي، وعايز اعمل طريقه حلوه في التتبيله بتاعه التحمير. هو بيتحمر بالدقيق ما فيهوش افتكاسه، ولكن ايه الطريقه اللي ممكن تبقى فيها اضافه او فيها تيست كويس؟ هنشوف ان شاء الله. معرفكم بطريقه تكون بسيطه وبيتي جدا، بس يبقى فيها تيست عالي، هو ده المطلوب. الطبق الثاني حته قشر بياض همشيها زي البكاتا مع صوص ليمون وبرتقال بتركيبه كده، يطلع معاها باستا لو حبيت، يعني حابب مكرونه يبقى طعمه كاني بعمل بكاتا بالفراخ بس بقشر بياض. الطبق الثالث والاخير جايب عندي ربع كالاماري همشيه عندي بالخضار والمشروب، واعمل له صوص من ابيض واحمر لونين كده، يطلع لو عايز امشيه مع رز ابيض او مع مكرونه. بس عملت الاطباق مختلفين عن بعض عشان طبعا كل واحد وذوق، فالامور ان شاء الله تبقى في الاخر اكله سمك ولكن مختلفه شويه. على ما اعتقد الامور سهله بسيطه ولكن بعد الفرصه. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم على ايه النهارده؟ اكله سمك كالعاده كل اسبوع او كل يوم سبت، هو اكله واحده في الاسبوع، بنحاول كل مره نغير ونبدل نظبط يعني في المعقول اهم شيء. فجبت النهارده عندي ربع كالاماري همشيهم النهارده طاجن مختلف بالخضار ده كله، وميكس صوص، صوص احمر على صوص ابيض على صوص اخضر. يعني ايه؟ هنشوف من اللي موجود. اغلب ده بقدونس، احمر طماطم، ابيض كريمه، يعني طبيعي، ولكن هنمكسها بطريقه حلوه جدا وبسيطه. يطلع معاه حبه باستا جاهزين، مكرونه مسلوقه عادي جدا، مش عايز ممكن رز ابيض انا تمام. الطبق الثاني قشر بياض بلدي بتاعنا هعمله بطريقه البكاتا، وكاني جايب صدور فراخ وامشيها زي البولو بكاتا اللي هي بتبقى معموله بالكريمه ومثلا معاها مشروم او من غير مشروم حسب ايا كان، ولكن انا امشيها بقى بطريقه هنشوف. طيب الطبق الثالث جايب عندي حبه مكرونه سمك، مكرونه سويسي. عايز امشيهم مقليين ولكن بطريقه تكون بسيطه برضو ومختلفه شويه. هنتبل او نظبط كل حاجه ولكن الخلطه تبقى في الدقيق اكتر، يعني دي مش هبقى ساده، هنشوف التفصيله ماشيه ازاي. طيب نبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو كله ان شاء الله مفيش وقت فيه صعب ولا حاجه، ولكن خلينا نبدا بالطواجن شويه او الحاجه اللي ممكن تاخد تسبيكه، وبعديها نخش على الحاجه اللي ممكن تاخد وقت في التتبيله، وبعدها نشوف ان شاء الله خير يعني. طيب هبدأ بالربع الكالاماري الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين ما فيهوش أي تفاصيل، بس قبل ما نبص على الكالاماري تعال نبص على المقادير اللي هنشتغل بيها إيه. عندي زيتون، عندي فلفل أحمر، عندي راس كوريت وكرفس متقطعين، عندي كمان بصل متقطع مكعبات، وعندي فلفل أخضر وأحمر، وعندي كمان مشروم وبصل مخلل من غير ملح وريحان وصلصة طماطم وتوم ودقيق وزبدة عشان نعمل صوص كويس. طيب نبدا بايه يا شيف؟ والله نبدا الاول بواحده واحده كده، حله سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا بالتدريج نحضر الخضار بتاعنا. اولنا ايه يا شيف؟ والله عندي البصل. انا بدور دايما على الخضروات العطريه اللي تدي نفس كويس جدا، فانزل بيها الاول انها تستوي ومنها كمان اسبب بيها طعم، واضيف اي خضار عادي مش عطري، يعني مش زي مثلا الفلفل المشروم، الحاجات دي ملهاش ريحه او طعم زي البصل والجنزبيل والثوم والتركيبات دي، فبالتالي بسيبها عندي في الاواخر ومش محتاج منها تسويه كتير على قد ما انا محتاج بس تيست كويس. اي نعم طبعا، ولكن تسويه تكون قرشه شويه، تبقى الخضار ماسك نفسه شويه. اجيب عندي الاول مكعبين زبده حلوين كده. بسم الله. وواحده واحده بقى نشوف التفصيله ماشيه ازاي. طب حطينا زبده، يبقى ممكن احط سنه زيت. ليه يا شيف؟ والله انا عايز اشوح الكالاماري الاول واخد تسويه لطيفه عشان حاجتين، يستوي مظبوط، والحاجه الثانيه الاهم ما يبقاش معايا كاوتش او ما يبقاش معايا شد او يبقى هو كده كده مش هيبقى اوفر كوك بالدرجه اللي احنا متخيلينها، لان التسويه الكتير دي بتاخد مش اقل من ساعه، فده مش هيحصل ان شاء الله. الطاجن كله على بعضه مش هيكمل ربع ساعه، هو ده المطلوب اثباته، ولكن انا بتكلم على فكره التسويات المظبوطه. الاول ينزل ياخد تشويحته كويس، وانا شايف كمان هو يعني لو حضراتكم مش تاخدوا بالكم انا قصدي ايه، بس اوريكم دي مهمه برضه. لو مغسول زي ما احنا غاسلينه ومصفينه هنلاقي شويه فيه ميه. بص كده اصفي الميه دي قبل ما اشتغل. ليه يا شيف؟ بص الميه قد ايه عشان ما تنزلش معايا الحله، مش هتبقى وياها مشكله بس ممكن تزفر الدنيا وتخش في مرحله سلق،
وانا مش عايز كده الصراحه، انا عايز حاجه تكون متصفيه كويس ونظيفه، تنزل في فكره التشويح مش السلقه. واحده واحده كده اهو، كل ده كله ميه. شوف طب على الزبده الحلوه دي اول ما تسيح، شايف الكلام؟ بس ما تحرق مني، هنزل على طول ب الكاليماري بتاعي يتشوح واحده واحده، والبصل هينزل، ولكن الاول اخد اللسعه الاولى. في قرن فلفل نزل، سيبه مش مشكله، مش هيأثر معايا بشيء، ولكن الامور تبقى واضحه. وانا شغال سيب ده ياخد وقته، وتعالى نعمل تتبيله حلوه للسمك المكرونه، عايزه يقعد شويه مع نفسه كده يعني ايه في التتبيله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اي سمك مقلي ايا كان، مكرونه، بلطي، اي سمك في البيت هنقليه، واحنا بنتبل ناخد بالنا شويه لو عايزين نحافظ على الكفر الدقيق اللي هو يكون كريسبي، ما يطلعش مني ما يبقاش شكله تحس ان هو تسويه زياده على زوم، فبتجنب حاجتين ثلاثه. ايه هم يا شيف؟ اول حاجه وانا بتبل ما احطش اي نوع من انواع الزيوت او الدهون. ما معنى يعني؟ ما احطش حبه زيت زيتون، ما ارميش في النص مشطرده، لو عندي توم اخد بالي ما يبقاش فيه زيت، لازم يكون من غير زيت زي ما انا شغال كده مع حضراتكم، يعني التفصيله دي. طب التفصيله الثانيه يا شيف مرتبطه في حاجتين. الحاجة الأولى لما أخش في مرحلة الدقيق أو البيض أو اللبن أو البقسماط أو أيا كان ليه علاقة بالبانيه، لابد لازم أخش على التلاجة أو على الفريزر تاخد لها مش أقل مثلا من ساعية. ليه الساعية؟ التتبيلة تمسك في بعضيها مع الدقيق، وبعد كده أبدأ أسخن زيت كويس ويكون متوسط التسوية في التدريج الأعلى يبقى سخن، وأبدأ أنزل وآخد التحمير المظبوط. هيبقى معايا إيه في النهاية يا شيف؟ هيبقى معايا حاجتي كريسبي زي ما انا عايز، واموري مستويه زي ما انا شايف، ومفيش اي حاجه ان شاء الله تبقى وحشه. طيب يبقى نبدا نبهر حاجتنا واحده واحده. عايز تعمل ايه يا شيف؟ والله حبه ثوم، ده للسمك المكرونه، وحبه ملح كده، وحبه بهارات سمك، سنه كزبره ناشفه، كمون مش كتير، تاتش شطه برده في المعقول. دي التتبيلة. حلو كلام. معايا التوم حطيته من غير زيوت زي ما احنا متفقين. عندي عصير ليمون كده يدي مزازة برضو ويفك معايا شوية، بلاش خل لأن السمكية مش تستحمل الخل، وحبة شبت حلوين يدوا ريحة حلوة في قلب الخلطة بتاعت الايه السمك المكرونة. وأقلب دايما قبل ما تبل حاجتي، أدوب الحاجة قدام عينيا زي ما حضراتكم شايفين. بص كلها بهارات، لازم تدوب الأول والملح يدوب والبهارات تدوب عشان لما أنزل بالحاجة يبقى الأمور مظبوطة. أنا بعتقد مفيش أكتر من كده، يعني ما ندوش نفسنا ونزود حاجات تانية. نجيب عندي حبة المكرونة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدأ بعمل كده وأسيبهم شوية ياخدوا وقتهم ويعيشوا مع نفسهم. والصراحة يعني المكرونة سمكية جميلة جدا وبسيطة جدا، وملهاش علاقة حجمها كبير أو صغير، بس أنا بقول والصح والمظبوط. بص التتبيلة حتى، بص بعمل إيه، شوف في النص كده، حاول بقى نحشي كده الحاجات دي ومش كتير عشان لما يخش عندي في الدقيق ما ينزلش وما يبوظش الزيت. المكرونة دايما المعقول فيها حلو، الوسط السمكية دي بالذات المعقول فيها حلو، يعني ولا هي تبقى كبيرة قوي، يعني لو أصغر من كده أنا مبسوط، يعني الحجم ده أكبرهم المفروض. الكبير مش هيبقى وحش، ولكن ببقى حريص جدا في تسويته لان لازم يطلع كرانشي، مش كريسبي بس، كرانشي قوي كمان. هنشوف، لان بيبقى هو طبعا لحم، يعني لو ما استواش كويس تحس ان هو مش ده اللي احنا عايزينه. انا شايف كده الامور اهي زي ما حضراتكم شايفينها، هسيب الكلام ده ياخد تتبيلته ويقعد شويه، وبعد كده هنعمل تعفير الدقيق حلوه وهنتبلها بشكل مختلف. طيب انا هنا الكاليماري جاب معايا ميه، اقول له لا؟ لا ولا شيء، ولا يجبرني باي حاجه، هاخد الحله الحلوه دي واصفي الميه اللي نزل من الكاليماري واشتغل من اول وجديد. طب ما تكمل يا شيف علي، اقول لك والله بص هي مدارس. يعني ايه مدارس؟ يعني كل واحد ممكن يمشيها، في ناس تقول لك ممكن اكمل، وانا ما بقولش لا للي حابب يكمل ده، ولكن انا بقول انا محتاج منها ايه؟ محتاج منها صدمه كويسه، ومحتاج منها اللي نزل مش وحش، ولكن مش ده اللي انا عايزه الصراحه، انا عايز اعمل صوص على مزاجي شويه. كمان لو الكالاماري او السبيت اللي احنا جايبينه هو فروزن او مثلج يعني، فيبقى فيه تلج، فالتلج ده لما حتى بيفك تحس ان الحاجه بايشه شويه، لما بتجيب مني ميه ما ببقاش مبسوط، مش زي ما حضراتكم متخيل او بعض الناس تتخيل ان هو الفسفور او البروتين نزل منه. اقول لك لا، مش في ده، انا فاهم انت قصدك ايه او حضرتك قصدك ايه، بس مش هو ده اللي انا عايزه. هرجع تاني على نضيف، اصل في نسب بروتين بتنزل من خلال التسويه. مثلا هوضح اكتر، يعني
لو انا بعمل مثلا حته لحمه او بشويها او بشوحها يعني، وفي بعض الاحيان اللحمه ممكن تجيب ميه حتى لو انا عندي سخونيه معينه انا عايزها او صدمه معينه، الميه اللي بتنزل دي هي نسبه بروتين نازله كبيره جدا. الشيف الشاطر او الست البيت الشاطره وهي شايفه عارفه ان دي مهمه ما بتترميش، حتى ممكن اخد حته لحمه واسيبها بره واكمل عليها ببصلايه زياده بمعلقه دقيق واعمل صوص واستغل الميه دي. في احيانا الميه مش زي ما انا عايز، فبالتالي ما اعملش فيها المجهود على الفاضي، ده المقصود. هرجع تاني هنا بقى، بص الشغل بقى نضيف ازاي. الكاليماري يبدا عفوا يتشوح، قرن الفلفل نزل بالغلط بس انا مش هزعل يعني، سيبه ممكن يشيله في النهايه بس عادي. هشوح كده حاجتي، بص المنظر على نضيف. معلش في حاجات ممكن تاخد وقت، تاخد وقت، ولكن في النهايه ان شاء الله بتبقى النتيجه بتاعتها احلى بكتير مما كنا نتخيل. ما زودش تسويه اكتر من كده، هنزل عندي بالبصلايه بتاعتي كده، وعلى البصل زي ما اتفقنا عند الكوريت او الكرفس، الحاجات دي بتبقى الحته حلوه جدا جدا وبتبقى نفسها كمان عالي مع السيفود بالاخص. شيل قرن فلفل خلاص، انا شايف ان هو ملوش مكان كده. انا باسس الخلطه بتاعتي. طيب الصوص هنأسسه ازاي؟ حالا هأسس الصوص عشان اكمل تسويتي، معلقه دقيق وعندي معلقه الزبده، وموضوع البينك صوص ده هنخليه في الاواخر او هنلون الالوان الصوص في الاواخر. الفلفل ممكن ينزل من دلوقتي ما عنديش مشاكل، ياخد برده تشويحه زي البصل لان مش محتاج منه تسويه كتير خلاص. وكده كده هنربط الصوص حتى لو معايا الخضار ما عنديش مشكله، كده كده هربطه ان شاء الله في المعقول مش محتاج منه شيء. انا بعتقد كده منظر الخضار مع الكالاماري معقول، النسبه مهمه جدا تكون متظبطه. ليه بتقول كده يا شيخ؟ لان مش هينفع اجيب ربع كيلو كالاماري احط فيه كيلو خضار، ولا اجيب كيلو كالاماري احط فيه ربع كيلو من الخضار. بحب دايما اظبط الاوزان. زي ما حضراتكم شايفين شامم الريحه حلوه، ولكن محتاجه حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ توم. محتاجه فص توم حلو. بسم الله كده، وبرده اشم ريحته واشوحه كويس، وبعد كده دلوقتي حالا هبدا اقفل. التوم نزل عمل تشوك، عمل حاجه. انا بحب التوم جدا للمعلومه، يعني التوم مهم جدا، واللي عنده مشاكل قولونيه اكيد طبعا مش مهم. معلقه من الدقيق، ركز معايا في اللي جاي. بسم الله، ادي معلقه الدقيق اهي يا فندم. حلو، واحنا حاطين معلقه كبيره زبده، معلقه قبل كده زبده، هنزود كمان معلقه ثانيه، يبقى كده معلقتين زبده، معلقه في التشويح ومعلقه في الصوص. بص هنا كده يا فندم معايا، الزبده بتسيح شايفها مع الدقيق، الاثنين مع بعض هيكل كعب، هو ده المطلوب. شوف ده حضرتك تعمليه في البيت وانت مغمضه، معلقه قدام معلقه لوايت صوص مكرونه، وايت صوص طاجن زي اللي بعمله. بص بقى وانا شغال بعمل ايه، بفنن في ايه. ممكن مكعب مرقه عليها في النص كده، وادوبهم برده فين بالزبده ودي. جربوا الطريقه مش هنخسر، وابدا الم كله مع بعض بس خلاص، لا حد شاف حاجه ولا حاجه. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيروح؟ اتقلبوا مع بعض. شكرا. هبدا هجيب عند الشنوال لطيف بقى المصفى، وصفي حبه مرقه من اللي عندي او ميه سخنه. بسم الله، او ميه لان حاطط مرقه. بسم الله كده، شوف بس خدت كوبايه مرقه حلوه، صفيت حاجتي عشان ما فيش حاجه تنزل عندي غصب عني. هرجع تاني وادوب. بص المنظر هنا بقى، الصوص بدا يروح فين؟ بدا يربط. بص يا فندم شوف، ما زودتش ميه كتير عشان ما اروحش في حته انا مش عايزها، لكن هو ده المطلوب. اعمل ايه بقى؟ اوطي النار. ليه؟ عشان ما لسعش حاجتي تاخد تسويتها بقى، كل البخار ده والعفره دي كلها تبدا يتغطى عليها كده، واسوي بقيه الكلاماري مع الخضار بتاعي. ايه اللي ناقص لك يا شيف؟ والله ناقصت البصل الاخضر، عفوا البصل المخلل في النهايه، المشروم ماشي حطه عندي على الوش مش شاغلني دلوقتي اهو بالمره معاهم كده كده. بس ده حطيناه ما نسيبوش كده، لازم نديله تقريبا عشان يختص مع اصحابه كده ويعيش حياته شويه، وشويه هنزود مرقه كمان. البصل في الاواخر، فلفل حار لو حبينا، ما حبيناش برده براحتنا. الصوص هقفله في الاخر برده، وعندي الزيتون الاخضر من غير ملح برده في النهايه. طيب خليني اخش مع حضراتكم اكمل المكرونه عشان فيها تفصيله، عشان عايز ادخلها التلاجه شويه الصبح. افندم واسف التاخير. حاضر. هجيب عندي كوبايه دقيق كبيره زي ما حضراتكم شايفين كده، مبعطرها في قلب الايه؟ البايركس اللطيف ده. وعايز انا اظبط الصوص، عفوا التتبيله بتاعتي، واعمل تتبيله حلوه كده والوان لطيفه وبفكر مختلف ازاي، هو ده اللي بتكلم عليه. معلقه ملح على الدقيق، بسم الله، وحالا معلقه بابريكا،
ومعلقه بهارات سمك. شوف حلو. وعندي معلقه توم باودر على بصل باودر. حلو كلام لحد كده؟ على ما اعتقد دي تتبيله لطيفه جدا. وابدا اقلبهم مع بعض. افندم انا اسف والله. ماشي. نرمين هانم، صباح الفل والسعاده. صباح النور يا شيخ، ازيك؟ اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحاجات الحلوه دي الله يبارك لك، تسلمي، كلك ذوق، تسلمي يا فندم. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يعني في جمهور كده بتاع 6 شهور بقى، حضرتك مش متخيل. 6 شهور ايه؟ انا عندي بنت 6 شهور. يا حبيبتي ربنا يحفظها. بتحب تتفرج عليك جدا، كانها بتتفرج على كرتون مثلا. وبعدين انا استغربت يعني بصراحه، لقيت بقى جروب الماميز وكده بيقولوا ان هم برضو نفس الكلام، يعني هم برضو الاطفال 6 شهور و7 شهور بيحبوا يتفرجوا على حضرتك جدا. والله يعني دي حاجه كبيره جدا، اتشرف والله. ربنا يحميهم يا رب ويحافظ عليهم يا رب دايما. ربنا يخليك ويخليها لك، وتبقى عندها 6 سنين وتديها لي البرنامج لو سمحتي، لو لينا عمر ان شاء الله يعني. ان شاء الله ربنا يحميها لك. تأمريني امر يا فندم. لا انا بس حبيت اتصل اسلم على حضرتك واقول لك ان بيبي 6 شهور من اهم متابعين. الله وانت اسمها ايه القمر؟ ميان. ميان ربنا يحميها لك ويحفظها لك وتشوفيها احلى ميان في الدنيا يا رب. انا بشكرك كلك ذوق، وتحياتنا لحضرتك والاسره الكريمه والجروب المامز كمان. شكرا. شكرا يا فندم، تسلمي. انغام هانم. ايوه ازاي حضرتك؟ صباح الفل، ازاي حضرتك؟ انت اخبارك ايه؟ والله انت بصراحه متابع حضرتك على طول، ويعني بستنى البرنامج عشان اتفرج على حضرتك. والله ده شرف فينا يا فندم، والله والله بجد شرف فينا يا فندم. كلك ذوق، تسلمي. ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. على الحلوه احنا بنتعلم منك. على العفو، العفو اخوك في اي وقت تحت امرك والله، من غير تعليم ولا شيء، بالعكس اتشرف يا فندم. كنت اتكلمت حضرتك من 5 شهور وقدمت لاختي في مسابقه بتاعت اللي هم عندهم مشاريع اكل وكده. اوكي حاضر، عينينا الاثنين، شرفي وتنوري يا فندم. ربنا يخليك. حاضر يا فندم، حاضر. حاجه تانية؟ ايه حاجه تانية؟ ربنا يخليك. بس انا مش عايز تقفلي السكه بقى غير ما تكلمي زمايلي تاني، معلش، ونعيد بيانات اختك تاني، ممكن؟ حاضر. معلش معلش، احنا اسفين لو اتاخرنا على حضراتكم. لا شكرا. ولا تسلمي يا فندم، تسلمي. والفريق بتاع حضرتك. شكرا لذوقك، ربنا يعزك، كتر خيرك، وتحياتنا للاسره الكريمه، تحت امرك. طيب خليني اعمل حركه كده جت على بالي ممكن تنفعنا لو حبينا، ما حبيناش ما نعملهاش، يعني مش حاجه صعبه. هجيب عندي بوله فيها حبه ميه حالا، وده بعمله اكتر في السمك الكريسبي بصراحه برضو، ولكن لو كريسبي اللي هو ما بيبقاش فيه دايما شوك او عظم يعني، ولكن لو حبيت امشيها في المكرونه مش هيقول لا، ولكن اكون حريص شويه. انا خلاص قفلت السمكيه، بس انا عندي مشكله. ايه هي؟ ان السمكيه مفتوحه من هنا لسه يا شيف. اه التتبيله حلوه، بص معايا كده معلش، انا بحب اوضح كل حاجه. بص طب ايه، هتفضل كده؟ ممكن الحاجات دي تقع. اقول لك تعالى شوف الحركه دي، انت معايا؟ ما هو انت مشكلتك بقى انت كده بتصور حاجه ثانيه غيري. لما اقول لك شوف الحركه دي يبقى هنا يا فندم، مش انت شايفني هنا دلوقتي؟ هنا هنا. تمام، بعمل كده وبرجع تاني كده وبعمل كده وباجي بايدي. بص يا فندم بعمل ايه؟ بقفل ده كده. بص بعمل ايه؟ شوف فين الفتحة تاني اهو، بعمل كده كده قفلناها كويس. بص المنظر، سنة المية دي عملت بيها بس كده، قفلتها اهي، شايف الملامح، وارجع على طبق نظيف واعمل كده. حلو تاني، ادي السمكية، شايف شكلها عامل ازاي؟ هعمل كده وش وظهر، ده الطبيعي. حلو كلام اهو كده، ده الطبيعي. طب عايز اقفلها بعمل كده، بص يا فندم معايا هنا اهو كده، اهو كده، وراح اعمل كده تاني واعمل كده، وراح جاي من هنا وعامل بايدي كده قافل بس اهو. بص بالراحه مش بجام يعني اهو، شكرا خلاص انا قفلتها كويس. بص بالراحه ما اقفلش جامد قوي عليها، واعمل كده. لما اجي ادخلها باذن الله الثلاجه تاخد وقت التشميع بتاعها وتبرد شويه، يعني هتقفل على اخر حاجه عملتها اللي انا كنت بوري حضراتكم ده اهو، ومنها برضو هي واخده رقين ميه فهتبقى كريسبي كمان اهو. وبقى فن برضو الفكره، وانا بقى حمر هكون دايما حريص وفاكر ان انا عملته في البدايه، فهشتغل على اساسه، يعني ان انا مش هعشوق وانا بحمر واحط كله ورا بعضه واقلب، لا لازم اكون حريص ان انا اقفل بايدي كده، فعايز اطلع النتيجه في الاخر تبقى زي ما عملتها بالظبط، ولكن بتبقى واحده واحده. طب لحد كده خلاص اقول لك لا، لسه احنا عندنا حاجات ثانيه، هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. افندم ناهد هانم، صباح الفل والسعاده. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟
الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير يا فندم. مبسوطين جدا ان احنا بنكلمك والله. والله احنا اكتر يا نهى، كلك ذوق. تسلم يا فندم. ربنا يخليك. تسلم. انا بنتي عندها 4 سنين اسمها نيكو. ربنا يحميها لك يا رب. يعني تسعك. بسم الله ما شاء الله. بتسمع البرنامج بتاعك. الله اكبر. من اول ما يبدا وعارفه ميعاده، اول ما تيجي من النشري على طول بتفتح. يا حبيب قلبي. طب يلا بقى عشان عايز اشوفها في المسابقه بقى ولا ايه؟ هي عايزه اتكلمك. اداني الحب كله القمر دي. اسمها ايه؟ اسمها لقاء. لقاء الدهاني. هلا. اهلا اهلا لقاء القمر، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت بتنهج لي يا اخويا؟ انت جاي كنت بتجري ولا ايه؟ ها؟ هشوفك امتى يا لقاء؟ الو؟ طب كلمينا تاني يا لقاء لو انت قفلت السكه غصب عنك، او اشتركي في المسابقه عشان اشوفك يا حلوه. ربنا يحميك، انت كل بناتنا يا رب. افندم افندم عز هانم. حاضر. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ انا بشكرك جدا جدا على الاكلات اللي انت بتقدمها. الله يبارك لك يا فندم، كلك ذوق والله من ذوقك. وبشكرك على حاجه تانية، ان انت حببت بنتي في المطبخ. يا حبيبتي ربنا يخليك. يعني بنتي حبت المطبخ جدا، هي عندها 14 سنه ما شاء الله، وبتخش وبتعمل لنا كل حاجه. الله اكبر الله اكبر. انا بشكرك على كده يعني. لا شكرا على واجب دي بنتنا. وبقت شاطره جدا في المطبخ. الله، عشان من مامتها والله مش مني صدقيني. والله ربنا يخليك. وربنا يحفظها لك وتشوف فيها اهم واحده في الدنيا. معمولك مع كل اللي بيكلموك. الله يبارك لك يا فندم. اوامرك في اي وقت وتحت امركم. هي منى يعني بتكلم حضرتك. انا اتشرف بملمون القمر. كلميني. الو. الو يا منى، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الكلام اللي سامعه من ماما الحلو ده عليكي؟ يا سيف، ماما بتقول انت كسرت الدنيا في المطبخ، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. ايه بقى؟ طمنيني. كويس جدا. انت بتتابعي البرنامج ولا نص نص؟ بتابع طبعا. طب ايه اكتر اكلات بتعمليها ماما حلوه؟ بعمل مكرونه وبانيه. الله الله. طب مش تيجي تاكلينا الكلام الحلو ده ولا لا؟ ايه؟ مش تيجي تاكلينا الكلام الحلو ده ولا لا؟ طبعا. طب يلا في انتظارك، حالا نشترك في الكنترول وان شاء الله نشوفك في اقرب مسابقه. حاضر. ماشي. هستناك. طب ايه؟ هستناكي. ماشي حاضر. ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يحميك يا حبيبتي ويحافظ عليك يا رب دايما. شكرا. حاضر. اسماء هانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي يا اسماء، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا فرحانه جدا ان بكلم حضرتك. والله احنا اكتر يا اسماء. وتسلم ايدك على الحاجات الجميله والرائعه. الله يبارك. كل حاجه بتعملها ممتازه. كل ربنا يحفظك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي، كتر خيرك. ربنا يبارك لك يا امر عليك. امر. ربنا يبارك. انا يوسف بس هيسلم عليك. يوسف مين؟ يوسف ابني. اديني الجوج جميل، ربنا يحميه لك يا رب. الف صباح الفل يا جو. الحمد لله. ازيك يا صاحبي، اخبارك ايه؟ كويس. طمنا عليك يا معلم، عندك كام سنة؟ عندي 12 سنة. الله أكبر. طمنا على المطبخ، بتطبخ كويس ولا نص نص؟ بطبخ كويس. إيه بقى؟ جاي منك حلقة ولا أكل بس؟ بعمل بطاطس. أيوة. وبيض مسلوق. ده حاجة حلوة أوي. وإحنا نطول؟ طب هتجيلنا المسابقة ولا لأ؟ هاجي. إيه؟ هاجي. يلا خلاص، حالا نسجل بدل في الكنترول وان شاء الله نتقابل في اقرب مسابقه. انا بشكرك. يا يارا اختي عايزه اتكلم. يا سلام، اديني يارا الجميله. الو الو الو. صباح الفل يا يويو يا قمر. صباح الخير. ازيك يا حلو، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت فينك؟ انا في انا عارف، بس انا بتكلم هتجينا البرنامج امتى ولا ايه الاخبار؟ في اي وقت عادي. طب انت بتعرفي تطبخي ولا نص نص؟ ايه بقى؟ بعمل شاورما وبحب اعمل خضار سوتيه وكده. برافو عليكي، برافو. انت عندك كام سنه؟ عندي 15. الله اكبر عليكي، ربنا يحميك يا حبيبتي، وهستناك ان شاء الله هشوفك باذن الله في البرنامج ولا ايه؟ تمام. خلاص يلا، حالا سجلي بهدف في الكنترول وان شاء الله نتقابل في اقرب برنامج ان شاء الله. حاضر. صباح الفل. شكرا يا حبيبتي. طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بغمس حبه بركه على حبه سمسم يدوني الوان لطيفه لما احمر في النهايه، ولا اكتر ولا اقل. بص بعمل ايه؟ اي كلام طبعا في اي حاجه، ما فيش حاجه يعني فيها دكتوره ولا شيء، بس هي القصه كلها حاجه بسيطه. طيب وبعدين يا شيف؟ والله ولا قبلين، احنا خلاص عملنا الفقره دي. انا اطلع فاصل حالا دلوقتي. حالا عملنا الفقره دي خلاص، هننضف كده كده. نطلع على الفريزر شويه، ناخد وقتنا نشمع الامور، وبعد الفاصل ان شاء الله نقص. اتفضل.
لكم مره ثانيه مع احلى اكل. اغسل بس الفلفل واجي لك حالا، عشان بصراحه المقالي دي ما بتحلوش غير ما يكون معاها قرن فلفل حلو كده حمش، او بتنجانيه برضو لطيفه. ما اعرفش، بحب الحاجات المقالي دي مع السمك المقلي بالاخص. ما اعرفش بتاكل قوي يعني، فكره ان ممكن تكون مثلا بتنجانيه محمره، قرن فلفل محمر، حسب طبعا كل واحد وذوقه، لكن بتبقى ليها تيست كويس قوي. طيب انا هعمل ايه؟ هفتح كده بس كده الفلفل ده، ولازم يتنشف كويس قوي عشان ما يطرقعش في احنا بنحمر. ومنها نجرب الزيت، يعني تفاصيل بسيطه بس هي لازم يعني. طيب كنا من شويه بنعمل ايه قبل الفاصل عشان ما ننساش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده بنعمل ايه؟ عملنا الطاجن الكاليماري، هنشوف حالا مع حضراتكم طبيعته واخبارها ايه. بسم الله، اتفضل يا فندم. على الهادي خالص بقى، ولا حاطين لسه صوص ولا احمر ولا اخضر ولا اي شيء منه فيه. شوف شوف الكلام، ركز كده معايا. بص صوص منه فيه، معلقه الدقيق عامله ايه والزبده، بص التسويه عامله ازاي. طب عايز بقى اقفل الطبق ده اعمل ايه؟ بص بقى معايا، شوف ربع كوبايه الكريمه اللباني، خدت بالك منها؟ ربع يعني مفيش كلام. طيب وبعدين اشوف ايه كمان؟ عايز اكسر اللون شويه، ادي بينك صوص، ممكن نعمل كده معلقه واحده على الصلصه، خدت بالك؟ وعايز اعلي بقى التيست اكتر واكتر، لو موجود عندي ريحان ماشي، مش موجود ممكن بقدونس، بس في النهايه لكن الريحان مفيش مشكله. لو دلوقتي بص كله قدام حضراتكم اهو، واجي اروح عامل ايه؟ مدوب الكلام ده كله مع بعضه كده، شوف راحت فين بقى الدنيا، واسيبهم برضو على نار هاديه يكملوا تسبيكهم عشان الصوص يكمل تسويته والصلصه كمان تاخد حقها غلوه كمان، والريحان مش محتاج منه اي تسويه، عايز اللون والريحه بتاعته الحلوه دي. وهدي عندي سنه ملح بسيطه، وشايف اني مش محتاج بهارات الصراحه، انا تمام يعني، بهارات ممكن تغمق معايا الامور، ومش كل حاجه برضو لازم بهارات، عادي انا كده كده تمام. طيب خليني ارفع الفلفل الحار اللطيف ده، خلاص خد من اللي عايزه. كده احنا جاهزين على التحميل ان شاء الله للسمك المكرونه اللي في التلاجة. ولكن نخش في حاجه الاول، وبعد كده نخلي التحميل سهل ان شاء الله. الطاجن هيتقفل كمان شويه هنا، وعايز اخش على السمك القشر البياض اللي انا عايز اعمله في فكره البكاتا ده. البكاتا او كلمه البكاتا هي ليها كذا حاجه. اصلها هي نوع لحم بتلو يتعمل بطريقه شبيهه اللي هنعملها مع حضراتكم دي، تبقى متحمره شويه وتعملها صوص ايا كان بالكريمه او المشروم، ودي بتبقى اصلها ايطالي. في نوع تاني من البكاتا اسمه بولو بكاتا، برضه نفس السكه ولكن بتعمل بالفراخ. في نوع تالت احنا بنعمله مع حضراتكم دلوقتي نفس البولو بكاتا، انا مش بحب اتكلم في كل حاجه كده عشان نمسك النقط. هعملها بطريقه السمك عشان تبقى مناسبه معايا وتبقى كريسبي برضه، وعاملها صوص مختلف شويه. الصوص اللي عايز اعمله النهارده ممكن اعمله زي الليمون باتر صوص او صوص الليمون، لكن هضيف عليه كمان حبه برتقال تدي تيست مختلف مع شبت، هنشوف التفصيله ماشيه ازاي. طيب نعمل ايه بقى؟ نبدا نخش على التتبيله على طول دلوقتي، وواحده واحده نشوف هنعمل ايه. قشر بياض البلدي بتاعنا، اي سمك قشر بياض مش شرط، على فكره ممكن بلطي بس مخلي ويمشي برضه مطرح القشر بياض، المهم ما يكونش فيه شوك ولا يكون فيه اي عظم او حاجه. بوله فاضيه، بسم الله الرحمن الرحيم، دي هنديها تعفير الدقيق، يبقى لازم برضه فاهمين كويس قوي، ممكن اخد من الدقيق اللي انا اشتغلت فيه مع المكرونه عادي. عايز اعمل تتبيله لطيفه وسيمبل برضه. هرجع تاني للثوم اللي من غير زيت، وايه الفرق يا شيف؟ عشان بننسى معلش، قال التوم من غير زيت وقال التوم بزيت. خدت بالك يا فندم؟ معايا هنا. ابو زيت ده بمشي معايا في الطبخ، واحلى توم في الدنيا لما نحطه في الزيت كده، وممكن ازود زيت عليه كمان، اخد الزيت اشتغل بيه من غير ما اخد التوم. ولكن ما يمشيش معايا في بعض التتبيلات. اللي يمشي التوم المفروم ده. هيبقى افضل بكتير جدا مما احط التوم الباودر، هي تيستو هيبقى احلى ده فريش. فانا بس بحب اتكلم في التفاصيل، والافضل ما يبقاش فيه اي حاجه ليها علاقه بالزيوت. سنه ليمون، تاتش شبت، وعندي حبه بهارات سي فود. وهنا الصوص ممكن اكسره شويه بسنه كركم على كاري، لان احط له برتقال فيبقى رايح السكه هنا، فممكن اخد من هنا برضو التتبيله
سنه الكركم على الكاري وتاتش حب هان ناعم جدا وكده احنا زي الفل قوي في التتبيله. نعمل ايه بقى قبل ما نتبل؟ ندوب التتبيله، نحط حبه ملح كمان كمان سنه وندوب التتبيله الاول. الوان لطيفه هنلاقيها اه تمام، ولكن هنعفر بالدقيق، فاحنا كده كده الاصفر ده احنا محتاجينه في الصوص، فلو اتحط معايا في الدقيق مش هيقولي لا. اه حلو الكلام لحد كده. طيب السمك بقى هنعمل فيه ايه يا شيف؟ والله نسيبها كامله ما عنديش مشاكل، عايزين نمشيها برده متقطعه معلش، بس الحركه بتاع كل مره دي بص اه باجي هنا كده بمشي وبطلع شوك محدش هيشوفه بعينيه قد ما هنمسكه بايدينا. اه بص كده اه خدت بالك؟ بص اهي شوف اهي اهي دي شوكه. لازم الحاجات دي نعملها كده عشان ناخد بالنا. هنقطعها ازاي؟ ممكن نقطعها ببطن السكينه كده، خدت بالك؟ اه حاضر. وانزل كده ابو حميد. صباح الفل والهنا. الو الو ابو حميد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. والله يا فندم ده احنا مبسوطين جدا نسمعنا صوت حضرتك. والله شرف لي المكالمه والمتابعه ابو حميد، والله على راسي. الله يا فندم، بقالنا كتير عمالين نتصل بحضرتك جدا يعني، ما على طول مشغول. اسفين والله العظيم، اسفين يا فندم معلش. مصحه فين يا فندم؟ انت حضرتك حببتنا في الاكل كله. ده بس من ذوقك، ربنا يبر بخاطرك. الله يخليك. انا بنتي بس كان عايز اتكلم حضرتك يعني، ونفسها تشترك في البرنامج. مين يا فندم؟ هنا بنت حضرتك يا فندم؟ اه عندها 7 سنين. الله هو اكبر، ربنا يحميها لك. يلا بينا، اتشرفنا يا فندم. ماشي يا فندم، ممكن تكلمها؟ طيب طبعا طبعا، يلا بينا. لا حضرتك ايه؟ الدهان يا حبيبتي الدهان. الله يشوف عليك. اهلا اهلا هنون، ازيك يا حلوه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويس. انت وحشاني جدا. انت كمان. هتجينا البرنامج امتى؟ ها؟ ايه؟ هتجينا البرنامج امتى ان شاء الله؟ ايوه. طيب خلاص احنا مستنيينك كده كده ان شاء الله، بس لو سمحتي ما تقفليش السكه عشان خاطر ناخد بياناتك ورقم تليفونك عشان نكلمك، ايه رايك؟ ماشي ماشي كلام يا حبي؟ ماشي. ربنا يحميك يا حبيبتي، في انتظارك ان شاء الله يا هنون يا جميله. الله يخليك، متشكرين جدا. الشكر لله يا حبيبي، اوامر. شرف فينا فني المكالمه. حاضر. الزيت سخن قوي، احمر؟ لا اهدى، اهدي الزيت شويه. مش صح ان يبقى عالي قوي وانزل غطس، هيتحمر بسرعه بس اللي جوه مش هيستوي. ناخد بالنا من المعلومات دي. فسخن ده عادي، نهدي شويه ورجع تاني، مفيش حاجه. يا فندم عبد المجيد، صباح الفل والهنا. الو ازيك يا شيف علاء؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ والله انا من زمان عايز احاول اتكلم حضرتك حبيبي، ومش مش مش ليا طلبات، لكن انا معجب باكل حضرتك يعني. الله يبارك في عمرك يا عبد، والله ده بالذوق كله. والله انا معجب بالذوق كلك على بعضك يا فندم، معجب بيك كلك على بعضك. الله يبارك يعني. في عمرك اخويا، كلك ذوق، انت على راسي. ربنا يبارك لك يا رب، يبارك في حضرتك. منين حته يا فندم؟ انا معايا ابني بس عايز اخله مسابقه عندكم او يحضر مع حضرتك يعني. عينيا الاثنين. حضرتك منين حته يا ابو عبد؟ انا من ارض اللواء. القاهره يعني، الجيزه. اجدع ناس حبايبنا في ارض اللواء طبعا. ربنا يبارك لك. متشرف. ابنك عنده كام سنه يا فندم؟ ابني عنده 8 سنين. 8؟ اه. بيحب المطبخ ولا بس متابع وخلاص؟ لا هو متابع معايا، بيقعد يتفرج على البرنامج بتاعك، هو بيقعد جنبي. بيحب يخش المطبخ في البيت بقى ولا بس متابع؟ لا من متابع يعني، بيحب يخش يدوق. بيخش يدوق زي بابا يعني. بالظبط كده. ربنا يحميهولك، نتشرف بيه والله يا حبيبي، ربنا يحميهولك. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا حاضر. ممكن في الكنترول حالا تسجل بياناته عشان نشوفه ان شاء الله في اقرب فرصه؟ كتر خيرك. هو جنبك ولا فين؟ جنبي. اه يلا ادونا نصبح عليه. ماشي اتفضل. حاضر. جاي. اهلا اهلا، ازيك يا شيف؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله. اسمك ايه يا باشا؟ محمد. محمد، عاشت الاسامي، اسمك جميل يا حماده. وعندك كام سنه؟ 8 سنين. الله هو اكبر. بتحب المطبخ؟ ايه؟ بتحب المطبخ؟ بتحب المطبخ؟ اه. طيب عايز تيجي تطبخ معانا يعني؟ اه. يلا تنور الدنيا. حالا في الكنترول سجل بياناتك عشان تنورنا ان شاء الله في اقرب فرصه. حاضر. حاجه تانية حبيبي يا حماده، يلا حالا سجل بياناتك والنبي يا بابا. حاضر يا فندم. طب احنا كده عملنا ايه؟ خدنا تعفيره لطيفه، خدوا بالكم انا ممكن كده احمر عادي برضو زي السمك المكرونه، ما عنديش مشكله خالص. سيبها سنه
في التلاجة يا شيف. والله انا مش مصربة على شيء، انا عايز حاجة تطلع صح. ما هو مش معقول اكون عمال اتكلم في حاجة جدا ويطلع العكسة، يعني نتيجتها عكسها. فبحاول دايما اثبت او برهن الحكاية اللي بنشتغل بيها. التشميع وظيفته ايه اللي احنا بنعمله؟ انا ده مش هحمره، بس هشويه في الزبدة او هشوحه في الزبدة. فبرضو عايز احافظ على الدقيق بتاعي ما يطلعش كله، اللي كنت احطش دقيق بقى. فالطبيعي ان احنا نسيبها شويه ونرجع تاني للزيت بقى، نبدا نحمر على نضيف واحده واحده. ندخل دي ونده وطلع دي. افندم ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش معنى عامل ايه اخبارك؟ الاسم غلط او حاجه؟ لا لا، ولا دي بنتك؟ زوج مدام ساره. ايه؟ زوج مدام ساره. اهلا وسهلا بيك يا فندم، انت ومدام ساره. حضرتك عامل ايه؟ متشرف يا فندم، اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك يا اخبارك؟ الحمد لله كله بخير يا حبيبي، كلك زوج. منورنا ومتعنا والله باللي انت بتعمله يا حبيبي. ده انت اللي منورنا في التليفون والله حبيبي. تسلم. الله يبارك في عمرك. تحت امرك. انا عاوز اتكلم حضرتك يا فندم. سجده الصغيره عاوز اتكلمك. يا سلام، اسمها سجده الدهان. الو. يا صباح الفل. صباح النور. اهلا وسهلا. انا عايزه اشترك معاك. هو ليه ماما بتقول لك تقولي لي الكلام ده؟ ليه مش عايزه تقولي انت؟ انا سامع كل حاجه على فكره. ها؟ مكسوفه؟ مكسوفه. انت مكسوفه؟ لا ما تكسفش، انت تنور الدنيا. حاضر. شكرا. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. صباح الفل. حاضر، ربنا يحميك يا حبيبتي. ايوه. وما نزودش بقى، يعني نحط اربعه اربعه. الامور ما تبقاش بكتر اللي في الزيت يعني، فاهم؟ افندم حاضر. سيب ده يتحمر، نرجع نبص بصه الصوص. بص بقى الصوص عامل ازاي. ده خلصه. ده انا بصراحه بفكر ان انا اوديه في حته احلى، ما خلوش طاجن، انا اعمله بالصوص بتاعه بنمر وكده بحاجاته كلها، مع المكرونه في النص ومع البصل الاخضر، عفوا البصل المخلل والزيتون كمان، يبقى فيه حاجه كده حلوه. خلينا نبص الاول على التسبيك اخبارها. بص الصوص عامل ازاي. شوف ده طاجن اهو خلاص جاهز، صح كده ولا لا؟ تمام. بصل وادي. حاضر. وادي الزيتون يا عمر. يا شيف صباح الفل يا حبيبي الشيف، اهلا وسهلا. عامل ايه يا شيف؟ الحمد لله. اخبارك انت عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير. الحمد لله. تحت امرك. امر يا شيف. عايز اقدم في مسابقه. يا سلام. تعملي في المسابقه لما تيجي؟ بسم الله. اطبخ. هتعملي لما تيجي في المسابقه يا عم عمور؟ هعمل بانيه. بانيه. اوكي. وايه كمان؟ بسم الله. ومكرونه. ماشي اشتريت. هل انت بقى في البيت بتعمل اكل ماما ولا بتاكل بس؟ ايه بقى؟ بعمل بساعد ماما في المطبخ. الله اكبر. انت عندك كام سنه يا عموري؟ 11. الله اكبر. لازم تساعد ماما في المطبخ وفي كل حاجه. حاضر. مش بس المطبخ، اي حاجه. حاضر. صح، ربنا يحميك ليه يا حبيبي. يلا حالا في الكنترول. اخويا عايز يكلمك يا شيف. يلا حالا، بس قبل ما انت تقفل السكه بقى تكلمني في الكنترول مع زمايلي عشان نسجل بياناتنا ويبقى رقمك معانا. اوكي. حاضر حبيبي، اديني ماما. يلا. الو. الو. الو شيف. انت مين؟ ايه انت مين؟ انا ادم. ازيك يا ادم؟ الله، هو قال لي هديك ماما. لا، قال لي هديت اخويا. انا اسف، معلش. ازيك يا صاحبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. عندك كام سنه؟ ايه؟ تسعه. ايه؟ تسعه. تسعه ما شاء الله. وايه اخبارك في الاكل يعني؟ لا، بعرف اعمل الله، دي حلوه قوي. وايه كمان؟ ومكرونه. الله. وايه كمان؟ وبعمل زيت وبطاطس. ده احنا عسل، ده احنا نفتح مشروع يا باشا. يلا، هتجي مسابقه؟ يلا، في انتظارك يا حبيب قلبي. ربنا يحميك يا حبيبي. ماشي الكلام. اوكي حاضر. النبي يا رب خدي ارقام حبايبنا. زبده على زيت. زبده على زيت. وايه الحكايه يا شيف؟ والله ولا حاجه. هبدا بقى احمر على الهادي كده، حاجتي في النظافه، واحده واحده. السمك ده هنشوفه حالا. وهنا بص بقى، الزبدة على زيت ده فكرة ان انا احمر ومن غير ما الحاجة تتحرق مني. بسم الله. كده كده. يا ريتال. الو. يا ريتو. صباح الفل يا قمر. صباح النور. اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ عندي 7. ما شاء الله. وايه اخبارك؟
الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله. تأمريني امر يا حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. تأمري امر يا حلو. عايزه اطلع معايا، بحبك وعايزه اطلع معايا. وانا بحبك جدا 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 وعايزه اشوفك وتطلعي معايا واطلع معاكي. يلا هتعملنا ايه لما تيجي بس ان شاء الله؟ مكرونه وبانيه. ماشي. هل بقى انت في المطبخ في البيت مع ماما بتساعديها ولا بتاكلي بس؟ لا بساعدها. ايوه كده شطوره. تسمعي كلام ماما في كل حاجه ولا لا؟ ها؟ وبساعد تيتا كمان. ايوه كده. بس اطلب مني طلب صغير بقى ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. تسلمي على تيتا جدا جدا وتبوسيها بوسه كبيره، ممكن؟ يلا، وهستناك في المسابقة، أوكي؟ أوكي. ربنا يحميك يا حبيبتي، يلا، شكرا. طب ما تيجي نبص على اللي بيحصل هنا في الطاسة. شوف الكلام كده، بسم الله ما شاء الله. شوف السمك المكرونة المصري بتاعنا اللطيف اللي في البيت، ولا شيف، والله ما محتاجة شيفات، ولا قنوات، ولا مطاعم، إحنا في البيت سكر. بص، إيه يا عم؟ في إيه؟ بص المقفول، مقفول زي ما اتفقنا، خدت من حضرتك. السمسم حبة البركة عاملين لقطة حلوة، ما احطهمش محمرين، احطهم نيين عشان السمسم يتحمر هنا، ما جيبوش غامق فينزل تحت يبقى الاتنين حبة البركة. واطلع بص المنظر عامل ازاي، شايف السمك؟ خدت بقى حضرتك يا فندم؟ ما انزلش دلوقتي تاني، اصبر شوية، العفرة دي تهدى واجي اعمل ايه بقى بالمرة؟ اصفي أي حاجة ممكن تكون فيها شوائب، تبوظ لي الزيت بتاعي، تبوظ لي الرصة الجاية. أهو على الهادي، احنا مش حاجة، أهو شوف أهو كده. شوف ده مهم جدا، والمصفى ده موجود. انا النهارده ازازه الزيت دي مش هرميها، ازازه الزيت دي مش هرميها، انا هستغلها كذا مره كمان، يبقى لازم احافظ على تسويتها، ما احرقهاش مني. حلو كلام، كلام جميل. ازاي يا شيف؟ عشان انا ساعات والله بجيب ازازه الزيت وبصراحه تروح في ثانيه يعني محروقه او تغمق وبرميها او ما بتكملش. اقول لك خد بالك، اولا تسويه الزيت مهمه جدا، ان انا امشي الامور بالتدريج. ما معنى كلمة التدريج؟ زي ما اتفقنا، معليش قوي الزيت على النار، أو النار على الزيت عفوا، معليهاش. بص هنا البكات عاملة ازاي؟ تعالى شوف بالحمر بالزبدة ازاي؟ شايف الخرفشة دي؟ شوف هو ده اللي بتكلم عليه، ده البكاتة فراخ لحمة سمك أيا كان، أنا عايز المستوى ده والحجم ده واللون اللي حضراتكم شايفينه ده طالع منين؟ من حبة الكركم على كاري اللي هم هيبقوا إيه في النهاية؟ في قلب الصوص بتاعي. أنا بحب أتكلم بالتفاصيل معلش. أفندم فاصل ايه يا عم؟ احنا شغالين اهو زي الفل. طيب ال- 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 الطريقه اللي بشتغل بيها مع حضراتكم دي، انا هعمل فيها حاجه حلوه، انا هرفع ده كالعاده. لحظه بس عليها عشان اقفل اللي جاي ده، مهم جدا. برفع البكات لو كانت لحمه او فراخ او سمك زي ما حضراتكم متذكرين، وابدا اشتغل من نفس الحاجات اللي وقعت من اللي كنت بحمرهم زي اللحمه او الفراخ او السمك برضو، وهعمل الصوص منها فيها، وده عايز اعمله حلو قدام حضراتكم قبل ما نطلع بس الفاصل ده. بس خليني ارجع تاني، شوف هعمل ايه دلوقتي. معلش تعالى كده يا فندم معايا. شوف هنا السمك انا هحمر الراسه الثانيه، بس ده شايف دي؟ تحس ان هي مبلوله شويه من الثلاجه، خدت بالك؟ ما احمرش على طول، اعمل ايه؟ اجيب حبه دقيق ثاني وامشيها كده وكاني من اول وجديد اهو. عشان حاجتي تبقى فريش، صدقوني الشغلانه عندنا هنا في اي حته طول ما بيخدم عليها كل ما تديني احلى ما عندها. بسم الله. لازم ما كروتش، كروته في الاكل بالذات يودي اخر حاجه يعني مش لطيفه. اهو ارجع ثاني وامل حاجتي. عشان اللي بينزل قدام عينيا يطلع تاني هو هو احلى مما كنت اتوقع اهو. بص مقفوله اهي زي ما هي، وانزل ارص في الطاسه ما كلكعش، مش كله ورا بعضه اهو. بص شوف شوف كده، وابعد بعيد عن بعضهم، ما تقلبش كتير او ما تقلبيش كتير، ده كده اهو تمام. واجي اروح جايب عندي الطبق اللي هطلع فيه بقيه البكاتا عشان ابدا قلبت يوناني كده ليه البكاتا. هرفع ده كده، بص اهي كده. بص شايف السمك اللي متشوح في الزبده اللي بيتحمر في الزبده عامل ازاي؟ شوف هاخد بقى الرصه الحلوه دي وابدا اعمل صوص حلو نفس الطاسه اللي قدام حضراتكم دي اهو، عشان اسوح السمك ده. استوى خلاص؟ اه استوى، يعني مفيش تسويه تاني. يقول لك والله خلاص خلص. بس فاضل لي كمان سمكتين هنا، وهعمل الصوص تاني هنا برضو، يعني حتى الصوص ممكن أأجله للفصل الجاي. بص بعمل ايه؟ مش بكتر الزيت خلاص، أنا خلصت فقرتي بقى، يعني مش هقعد أكتر من كده، حط دهون تانية خلاص، أنا كده زي الفل. هما دول كده، وهعمل الصوص هنا برضو في الطاسة دي. الصوص مش هيبقى صعب، بالعكس ده الصوص هيبقى أسهل، وتيستو هيبقى أحلى وأحلى بكتير جدا مما أتوقع.
ليه؟ لان انا واخد البهريز او اللي وقع من ده خلصان يتغرف ان شاء الله الفصل اللي جاي. انا طفيت عليه النار خلاص المكرونه تمام، والبكاتة هنعمل الصوص بتاعها هنربطه بس بعد ما اخلص ده. المكرونه خلصانه زي ما حضراتكم شفتوها. بص المكرونه، تعالى اطلع فاصل المكرونه، ايه رايك؟ انا تمام، انت تمام؟ تمام. شوف المنظر عامل ازاي، اهي اهي شوف، اكسر وما تتبسط. بص شوف 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 المنظر، شوف حاجه ماسكه نفسها ازاي، ركز. شوف 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 المنظر، الله اكبر. شايف الكلام عمار يا مصر؟ الحاجات دي موجوده في كل حته بسعر لطيف. المكرونه والله السمك عمره ما كان بغلاوته، وعمر اكيد السمك ما يدور على الحاجه الغاليه، يدور على الحاجه المعسله. حته مكرونه حلوه، حته سردينه حلوه، سمكيه بلطيه مشويه مع حبه رز ابيض. لو هاكل هاكل الجزه دي ممكن تكون مقليه كده بحبه كمون وحبه كزبره. المقصود ان اكل السمك عمرها ما كانت مرتبطه بنوع معين او بتفصيله معينه، النفس اللي رايحه لها ايه، هو ده اللي بتكلم عليه. هطلع فاصل جدا بعد الفاصل نواصل، اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. خلاص الحمد لله خلصنا حاجتنا. السمك المكرونه زي ما حضراتكم شفتوه خلاص خلصان. المكرونه هتتغرف حالا مع حضراتكم. فاضل الصوص، صوص بتاع البكاتا السمك. احنا جبنا السمكه قطعناها حمرناها سايبينها زي ما هي، حضراتكم شايفينها ما فيهاش حاجه، هي مستويه اصلا كده كده. نعمل الصوص بمنتهى البساطه ان شاء الله. هجيب مطرح الطاسه اللي حمرت فيها اللحم او الفراخ، برده مصمم على الطريقه واحده. مكعب زبده، بصلايه ناعمه جدا. هنا بقى تاسيس الصوص الستاندر، يعني ايه الستاندر؟ ده الاصول بتاعه الشغلانه يعني. بصلايه يدوب شويه مطرح اللي نزل من السمك او من اللحم او برده باي حاجه كده، شوحهم شويه. هديهم من عندي تاتش كده بهار سمك لطيف مش كتير، يدي بس ريحه ويدوب مع قلب ايه البصلايه دي. واديهم كمان من عندي فص توم حلو كده بالزيت بتاعه، اكيد مش شرط التاني. بص قد ايه فص، بمعنى كلمه فص يعني مش حاجه كتير. واقلب كده، هدوبهم شويه، في ريحه حلوه جدا طالعه. سنه البهار برده فيها شغل، والزبده وفص التوم، احنا كده زي الفل قوي. طب عايز اربط الصوص ده يا شيف، ومش عايز احط كريمه كتير، ومش عايز يعني، انا هنا هنعمل ده، هو ده اللي انا عايز اعمله. معلقه دقيق صغيره. هنا الصوص مش مرتبط بقى معايا بالكريمه، يعني انا هحط نسبه الكريمه اقل كتير جدا. بقلبهم مع بعض، شوف بعمل ايه هنا. واجي اروح حاطط مش كريمه بقى، حاطط مرقه. يعني يا سلام لو عندي مرقه سي فود ماشي، ما عنديش ممكن ميه سخنه عادي جدا. بسم الله كده، واحده كمان مغرفتين، كمان حته يا عم بس. وارفع الكلام ده هنا كده، واسيب الكلام ده كله مع بعض ويكمل تسويته. شوف الملامح، زبده ودقيق وبصل وفص ثوم، بنأسس الصوص. بص المنظر كده، انا خلاص خلصت. عايز بقى احط اللي انا عايزه، احط اللي ايه اللي هتحطه؟ عندي ليمون ينزل هنا دلوقتي. حابب فكره البرتقال ماشي، مش حاببها برده ماشي، بس الاثنين قريبين من بعض. الليمون مع البرتقال في تيست هيبقى لطيف شويه مع البكاتا لو حابين نعمل كده. مع ايه بقى؟ مع ربع كوبايه كريمه لباني. شوف بس كده، شكرا. وروح مدوبهم مع بعض كده كده، مش محتاج يعني، ممكن ادي سنه ملح كمان لو حبينا. بهارات خلاص انا تمام. هنا بقى اللون اللي انا عايز اكسر بيه، زي ما عملته من شويه مع حضراتكم واحنا شغالين في التتبيله، ممكن اعيد تاني. هاخد طرف وطرف من الكاري والكركم. ماله؟ اوكي. لا الصراحه برضه بعرف الناس انا وقفت على ايه. الاستاذ المخرج بيصلح لي المعلومات، قال لي الكاري والكركم، فبقول اشمعنى افتكرت يعني عايزين حاجه، قال لك لا انا بفكرك بس بالمعلومات. فده شيء عظيم يا عمر، ده شيء عظيم ولازم تاخدوا عليه بقى، يعني ما تسيبونيش كده عشان بس ايه، لو خدت على كده وحد عامل عكس كده هزعل. ايوه كده، صححوا لي كده وفكروني. سنه الكركم والكاري دول بيدي نفس كويس جدا، والبديل بتاعهم بودره الزعفران. بودره الزعفران سعرها ما هياش غالي ولكن اسمها كبير.
بتمشي معايا في اكلات كتير جدا، ولكن مش شرط اجيب زعفران غالي. فبنستغل البودره دي، بتتباع في السوبر ماركت او عند العطار بسعر بسيط جدا. حاجه اروح اعمل كده، بص بقى بعد ما عملنا الصوص، بسم الله، وابدا ارش الصوص على وش السمك المقلي مع البرتقال ومع الليمون كده. ايوه سكه مختلفه شويه بس، واروح مقفل عليهم سن شبت طبعا من على الحروف كده، وشكرا. سلايز ليمون معاهم مع البرتقال اللي محطوط، تعبير عن المزازة وعن الطعم المختلف. كلك ذوق عشان بس انت بتصوروه، والله شكله حلو منكم انتوا. وبكده يكون خلاص خلصنا الفقرة كلها عامة، ونطلع بيه كده. طبق المكرونة يتغرف على طول، تاتش زيت زيتون دايما على وش اي مكرونه في الدنيا بيفرق في ايه يا شيف، في التلميعه. مهم الحاجه تبقى متلمعه وعينيا تكون شايفاها حلوه قبل ما بقي ياكلها او ان انا اقدمها لحد. لازم دي حاجه ما فيهاش كلام. بسم الله، تقليبه حلوه بقى كده، شفت؟ بسم الله، الله اكبر، شوف الكلام. طبق باستا ما فيهوش اي حاجه من الصعوبه، مش هديله اكيد بقدونس، او بلاش بقدونس، نديله سنه زيت الريحان على الوش كده وبس كده. وده كمان يطلع طبق مكرونه بالكاليماري والخضار. وبالهنا والشفا لحضراتكم. حبه السمك المقليين دول طبعا الجرجير صديقهم، عيش يمشي ايا كان، ولكن المقصود النهارده اكله لطيفه جدا. انا حاولت اعمل ثلاث اطباق مختلفين عن بعض، جبت ربع كاليماري مع كيس مكرونه عملناه طاجن وقلبناه في الاخر باستا، عندي نص كيلو سمك مكرونه عملناه بطريقه حلوه جدا، اتمنى يكون عجبت حضراتكم. تحت منه طبعا حبه جرجير، عندي كمان حته سمك قشره عملتها بصوص لطيف مختلف، انا فرانكا سكه مختلفه، اتمنى يكون عجبت حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم. We'll be right back.